إكسبريسو ويكاند. إكسبريسو ويكاند رجعنا معكم على موجات راديو إكسبريس إف إم 47 دقيقة. مرحبا بالمستمعين تاعنا اللي خلطوا علينا توا بركة، وين باش نتعداو مع بعضنا لفقرتنا إنترفيو ويكاند. إنترفيو ويكاند. L'association avec notre partenariat avec la bibliothèque régionale de Naples, l'événement Vie ma vie est d'ailleurs 18 mars 2023. Et d'ailleurs, bonjour de Marana Lyouma, l'organisatrice, une des organisatrices de l'événement Hédé, Mehé Msalmi, Mehé Sbéhalkhir, ou marhabi bik. صباح النور عزيز، صباحك نسكت. مرحبا بك. ما هي في البدايه نخليك تقدم لنا روحك، وطبعا زيادة كيف كيف تقديم للاسوسياسيون افيك. دونك انا مهم سلمي، ايتوديانت في ليزات كوم وممبر في اسوسياسيون افيك، اسوسياسيون دو فولونتاريا ايشانج كولتوريل واكسيون دي جون، بازي في معموره، فوندي ان 2015. من ليميسيون تاع الاسوسياسيون هي تنكدري معناتها شباب باش يعملوا لي زيفينمون دي بروجي وكل كيف كيف لي شانج كولتوريل معناتها في الانترناسيونال وكل و كيف كيف فولونتاريا. واضح. دونك هذا اليوم اهداف الاسوسياسيون افيك اللي كيما قلت لا ايتي فوندي دونك عام 2015، اسوسياسيون دو فولونتاريا ايشانج كولتوريل، وتنظموا عام سنه ليفينمون في ما في. هذا هو ليفينمون اللي باش نحكيو عليه. في ما في شنو هو بالضبط؟ ما هي دونك لاسوسياسيون عندها في ما في كيما برشا بروجيات اخرين سنه. دونك في ما في سيت ان ايفينمون بدا بون ايدي كالعاده. معناتها كان من ايدي ولقينا معناتها انكادرون من لاسوسياسيون، لقينا دي ممبر واقفين على ليفينمون هذايا. دونك ليدي كانت من لو بروبليم دوريونتاسيون سكولير اللي الناس الكل عشناه. دونك ديما عندنا بعد الباك ريزلتا الباك ما بين معناتها الريزلتا سكولير معناتها باش شنو باش نقراو بعد الباك، ديما جيما تي هذوك الناس الكل فما بريسيون وكل. دونك حابين سنين نعطيو حاجه اكسبسيونيل، ديما لي زيفينمون تاع لوريونتاسيون يصيروا في جماعتي هذوكم، حاولنا سنين نكونوا على بكري ونفيزيو العباد اللي عمرهم بين 16 و20 سنه باش ياخذوا اون ايدي ويشجعوهم مثلا ليزانفيتي اللي احنا اعطيناهم على حاجات كانوا في مخاخهم والا ما كانوش عندهم يدي عليها. دونك سي سا واضح. دونك للتوجيه ليفينمون هذا للتوجيه ما بعد الباك، لوريونتاسيون بعد الباك شنو ينجموا يختاروا هكا. وي سي سا. دونك اما موش في ستيج وعبيت تحكي بميكرو وكل، حاولنا ناخذوا ان كونسيبت اللي هو خدمنا عليه ديجا ان 2019 مع لاسوسياسيون، هو اسمه بيبليوتيك فيفونت. دونك ان 2019 خدمنا على هيومن لايبرري اللي هو ديجا خدي نجاح كبير، حاولنا نعاودوا الكونسيبت هذايا. دونك العبد يدخل يلقى طويول والعبد اللي باش يحكي لانفيتي ماهوش باش يحكي كيما قلت لك في الميكرو ولا في ستيج، بالعكس باش يكون في طاوله كانه يحكي معك صاحبك، معناتها تساله ويحكي لك حكايات معناتها تخطي من حياته والا ان سكسي والا ان تشالنج عاشو، اما كصاحبك معناتها في طاوله تقعد مع بعضكم وكل. باهي برشا. دونك روتور ديكسبيريونس نوعا ما. سي سا. دونك السبيكر اللي باش يكون في الطاوله باش يكون معاه ثانيه من الناس ماكسيموم 10 احنا والغتوغ نتاع العباد اللي باش يكونوا معانا. دونك باش تكون هكا فريندلي شويه يحكي مع بعضهم كاصحاب. وسي سا غوتور ديكسبيريونس. دونك يبداو قاعدين في طاوله كانهم مع انسان سوا يعرفوه، ولا حتى شكون اللي يعرف العبد هذاك، كيما كي نمشي وما نعرفش مثال في قهوه ولا غيره ونقعدوا مع انسان ويبدا يحكي لنا على حياته وعلى شنو عمل على التوجيه نتاعو وينصح. دونك باش يكونوا سو فورم دو كونساي نصايح لي سبيكر اللي باش يكونوا موجودين باش تختاروهم. نتصور باش يكونوا من الميادين الكل، ميادين مختلفه. كانت نجم تعطينا فكره بالك شي؟ سي سا. وي دونك حاولنا نمسوا اكثر دومينات معناها. حاولنا ناخذ عباد عاشوا دي زيكسبيريونس ودي زوبورتينيتي معناتها يمكن لي سيان ما يعرفوهمش، معناتها مثلا لي بوخت اللي يكونوا على الاترونجي والكل. حاولنا عباد عايشين حاجات هكايا معناتها، والا الغيوم تاع مارس معناتها ريورونتاسيون تاع مارس اللي ما تعرفش عليها يمكن. دونك حاولنا ناخذ عباد عاشت دي زيكسبيريونس كيما كاين اللي يمكن لي سيان ما يعرفهمش. دونك حاولنا لازم نمثل الدومين الكل، لازم ناخذ لي سيناريو الكل بالك
لي سيناريو نتاع الانسان اللي اختار اختار بالك شي دومين وكمل فيه، الانسان اللي بدل بعد بعوام ولا اللي بدل بالك شي بعد بعام في الريورونتاسيون، خاطر هذوما يمكن حتى يرجع معناتها الدومين حبه من بعد ما عمل دومين اخر. معناتها نشجعوهم بالعكس، نقول لهم اللي الحاجه دي راهي تصير وعادي، عبد يدخل بعد فك جمعتين عادي. دونك احنا على هيك حاولنا ناخذ ليزي ليفينمون يكون معناتها قبل الباك. دونك لازم انت تاخذ معناتها تتاكد من الشوا نتاعك بالكدا وكمل، حتى لو كان معناتها غلطت فك جمعتين هذوكم والا لقيت روحك في الدومين ما لقيتش روحك فيه. دونك تنجم تبدل، كيما فما ديزانفيتي اللي عندنا احنا باش يحكيو ديجا بدلوا دي دومين نتاعهم. دونك ينسبيريوهم وكاينك تقرا في التليفون. واضح تقرا في السيما في. دونك هكاك باهي برشا دو لو في. دونك منه الاسم في ما في عيش حياتي بلغه اخرى بلغتنا احنا، والا زاد حتى الفكره انه اليوم موجود ليفينمون هذا في مكتبه في البيبليوتيك. دونك الفكره نتاع الكتاب انهم باش يقراو الكتاب هذا، كتاب حياه انسان اخر. وكما قلت لنا هوني ما هي الحالات الكل تقريبا باش يكونوا موجودين، لي كات فيغور الكل من اللي قرا قرايه من الاول فيها للي بدل اللي عمل ريورونتاسيون ولي دومين كيف كيف مختلفين. ليفينمون هذا كيما قلنا ان شاء الله نهار 18 مارس في البيبليوتيك ريجيونال نتاع نابل. للناس اللي يحبوا يكونوا موجودين معكم ما هيك فيش ينجموا يعملوا باش يشاركوا؟ دونك احنا حاولنا نحدد ترونس داج ما بين 16 و 20 سنه. ياسر كان عمرك 16 و 20 سنه جست فما فورمولير في ان ستوري على اون في الانستغرام تاعنا افيك فولونتاريا، والا الباج فيسبوك تاعنا افيك اسوسياسيون دي شونج كولتوريل دي اكسون دي جون. دونك تلقاو الفورمولير تعمروه وسي سا. دونك فما جوست كيستيون الاخراني انك تختار دو بروفيل باش احنا تسهل علينا لورغانيزاسيون. معناتها دونك انت كاليسيان كان باش تعمل فورمولير هذايا، حاول في الكيستيون الاخراني تختار دو بروفيل باش احنا تسهل علينا لورغانيزاسيون. باهي لي بروفيل، كي تقول بروفيل شنو هو بالضبط لي دو بروفيل اللي موجودين؟ لي زانفيتي. معناتها احنا جوست حابين نعمل ريزومي على الكتاب اللي باش تقراه، باش تلقى جمل معناتها جمله مثلا تلخص الحياه العبد اللي باش تقراه، معناتها الكتاب اللي باش تقراه. واضح. جمله ولا سنين معناتها يفسروا لك انت شنو ماشي تقرا بالضبط، شنو ماشي تسمع. دونك هذاك شنو خاطر هوني سؤال توجيه لي زانفيتي، معناتها بلوتو توجيه الناس اللي باش يشاركوا معاكم اون سو بازون سور كوا، كيفاش باش توجهوهم معناتها انهو كتاب نون مي باش يقراو؟ اسكو يختاروا دي دومين معينين، يختاروا قصص بالك شي ثم دي ريزومي، كيفاش يختاروا معناتها ولا اوازار يصير؟ نو هو بعد الفورمولير باش يصير تري. دونك احنا باش نحاولوا مانيش باش نختاروا لهم احنا، بالعكس هما باش يختاروا لي بروفيل نتاعهم واحنا باش بعديك الاورغانيزاسيون تكون سهله علينا. ناخذوا الريزلتا نتاع الفورمولير يعني ناخذوا الفيشي اكسل ونحاولوا نختاروا معناتها كل واحد شنو اختار، ونحاولوا ما نكثروش على الانفيتي نتاعنا خاطر كيما قلت لك معناتها عاد باش يجي يحكي لك باش يكون اكثر يحكي لصاحبه، معناتها كان حكايه عاود اكثر من ثلاث مرات ترزان عليه شويه. دونك باش نحاولوا نخففوا على الانفيتي نتاعنا، وكيف كيف لي ليسيان اللي يجيو معانا باش يختاروا هما من الفورمولير، واحنا جست نتبعوا الشوا نتاعهم، هما شنو اختاروا احنا نحطوهم في البلايص نتاعهم. واضح باهي برشا هذا الكل. دونك كيما قلنا ان شاء الله نهار 18 مارس 2023 في البيبليوتيك ريجيونال نتاع نابل. اكثر تفاصيل فيما في والاسوسيسيون دونك افيك تلقاهم على صفحه الفيسبوك والا الانستغرام، وين تنجموا تعمروا الفورمولير. ماهي شكرا ليك يعطيك الصحه اللي كنت موجوده معنا. شكرا ليك، شكرا لك كل الفريق، كل فريق الاسوسيسيون افيك على المبادره هذه. بالحق مبادره حلوه برشا، سوى اختيار الفكره اختيار المكان، لكن زاد اختيار الوقت ما قبل البكالوريا اشهر نجم نقولوا، مش جوست بعد فيك الوقت هذاك وين تلامذه بالك شي تغسروا ساعات شويه بالوقت. المره هذه هاوكا عندهم بالك شي اكثر اريحيه للاختيار هذا. شكرا لك ما هي اللي كنت موجوده معنا للايفينمون هذا. دونك كيما قلنا لكم لو 18 مارس في ما في مهم سلمي اون دي زورغانيزاتريس ليفينمون هذا. احنا مازلنا مواصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام، مواصلين زاده باللي انترفيو ويكاند، وين بعد شويه يكونوا موجودين معنا لي ريبريزونطون لانتيريكت كلوب تونس غولف اللي نظموا لاكسيون قفه رمضان، وما بعد نحكيو على الملتقى الوطني للهندسه المدنيه ناشونال ميتينغ 5.0 في الدوره الخامسه نتاعو. هذا الكل بعد ثمانيه، لكن قبل نمشيو مع الموسيقى على موجة راديو إكسبريس FM.